صباح الخير على حضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام، ونبدأ دلوقتي أول فقراتنا ومجموعة من الأخبار والتقارير المنوعة من والمجمعة من كل أنحاء العالم، وهنبدأ من مصر. ويوم الخميس الماضي تابعنا بالتأكيد مع حضراتكم انطلاق المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة لتنمية قرى الريف المصري بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي حفلة كبيرة أقيمت في استاد القاهرة الدولي. حضر الاحتفالية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وكبار رجال الدولة والأحزاب السياسية إلى جانب آلاف المصريين من مختلف محافظات الجمهورية. وهذه المبادرة لو اتكلمنا عليها بشكل سريع هنقول إنها نقلة نوعية كبيرة لمصر، بتفتح آفاق الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المحلية، ومن ثم تطوير قطاع الصناعة والأعمال اللي بيعد بمثابة المستقبل التنموي للدولة. بيهدف المشروع لتحديث مختلف جوانب الحياة ل 4584 قرية في جميع المحافظات، بتضم 58% من إجمالي سكان مصر، وبتكلفة تقديرية حوالي 700 مليار جنيه. وبيركز الارتقاء بتركز على الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والصحي والتعليمي والاقتصادي والسكني وجميع القطاعات الخدمية لتلك القرى، وأيضا القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، بالإضافة للاستثمار في تنمية وبناء الإنسان المصري بالمفهوم الشامل بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المختصة بالدولة على نحو بيتكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. سفراء مبادرة حياة كريمة لدعم أهالينا في الريف المصري. هي القرية المصرية، هي أصل مصر، هي الخير لمصر. عشان كده من حق كل أهالينا في ريف مصر، في كل قرية في شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، يلاقوا سكن كريم. ومن حقهم إن هم يلاقوا بنية تحتية ومدارس محترمة وتعليم محترم، مية نظيفة، كهرباء، يلاقوا مراكز علاجية للعلاج، يلاقوا تعليم وطرق. مبادرة حياة كريمة مش مجرد مباني وطرق، مبادرة حياة كريمة هي أمل لينا كلنا في مصر، إن اللي كان مستحيل هيبقى ممكن، وإن اللي كنا شايفينه صعب هنقدر نحققه ويبقى واقع. من حق كل واحد في ريف مصر إن هو يعيش حياة كريمة. حياة كريمة، طيبة، أمنة، عادلة، فيها كل الحقوق. أنا سعيد إن أكون سفير من سفراء مبادرة حياة كريمة. أهالينا اللي عايشين في القرى وفي الريف يستحقوا حياة كريمة. القرية المصرية هي الأصل. هي الأصل، وهي الجذر اللي بنطلع منه لحد حدود السماء. نحن نتعاون في اليونيسيف مع مؤسسة حياة كريمة في أربع قطاعات مختلفة، هم الصحة والتعليم والطفولة المبكرة وحماية الطفولة. نحن سعداء بالشراكة والتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وسنستمر في هذا التعاون وسنقدم الدعم لمؤسسة حياة كريمة. أنا فرحان قوي وفخور أني أكون سفير من سفراء مبادرة حياة كريمة. أنا فخور أني أكون سفير لمبادرة حياة كريمة لدعم أهالينا في ريف مصر. بنية تحتية سليمة، مية نظيفة، صرف صحي، كهرباء، شوارع، مراكز ثقافية ورياضية. من حق كل أهالينا في كل قرية مصرية إنه يعيشوا تطور. اللي بتشوفه مصر دلوقتي من حقهم يلاقوا مراكز علاجية وثقافية ورياضية. لو المثل بيقول البعيد عن العين بعيد عن القلب، فمن هنا ورايح ما حدش هيبقى بعيد عن العين ولا العقل ولا القلب ولا مجهودنا إننا نساعدهم. أنا سعيد إني سفير من سفراء مبادرة حياة كريمة. أنا في منتهى الفرحة إني أكون سفير من سفراء مبادرة حياة كريمة. النهاردة واقفين في الموقف بتاعنا في مصر القوية بسبب الريف. مبادرة حياة كريمة اللي بنعيد فيها الحياة بكرامة لأهالينا في جميع قرى مصر. حياة كريمة أيضاً له بعد اقتصادي مهم، فهو يحرك عجلة الاقتصاد في هذه القرى. مصر محتاجانا عشان كل ولاد مصر يعيشوا حياة كريمة. أنا فخور جداً النهاردة أني أكون جزء صغير من مبادرة حياة كريمة لخدمة أهلنا في ريف مصر، والحقيقة دي أقل حاجة ممكن نعملها لبلدنا اللي خيرها علينا كلنا. شرف لي أنا وزملائي الصناع أن احنا نبادر ونساعد في خلق فرص عمل في الريف المصري. الناس دي من حقها أن يعيشوا حياة كريمة فيها إمكانيات أفضل. في تاريخ مصر المعاصر ما حدش اهتم
وجبر خاطر هؤلاء الناس قد الرئيس عبد الفتاح السيسي قدر انه يحقق هذا الانجاز الوطني الكبير. يعني احنا وراء مبادره السيد الرئيس ابقى سفير للموضوع ده واتبنى فكره حياه كريمه لكل المصريين واللي في ايدي كله هقدر اعمله. طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادره حياه كريمه لتغيير الحياه على وجه مصر هتغير حياه 50 مليون مصري. من حق اهلنا في الريف المصري انه يلاقوا سكن كريم، مياه نظيفه، طرق، مراكز علاج، مدارس، من حقهم حياه كريمه. انا سعيد اني اكون جزء من مبادره حياه كريمه لدعم اهالينا في ريف مصر. انا ليا الشرف ان اكون سفير من سفراء مبادره حياه كريمه. القريه المصريه ركيزه بلدنا الغاليه. انا فخور جدا ان اكون سفير من سفراء مبادره حياه كريمه. سياده الرئيس بيسرع الزمن علشان يحافظ على حياة كريمة لكل مصري، وإحنا كلنا على هذه الخطى. أنا سعيد أني أكون جزء من مبادرة حياة كريمة. هذه المبادرة تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في المناطق الأقل حظاً. أنا فخور جداً جداً أني أكون جزء من هذه المبادرة. مبادرة الحقيقة يعني أنا بقول إنها كنا ننتظرها من سنوات طويلة. أنا سعيد وفخور أن أكون جزء من مبادرة حياة كريمة، واحدة من أهم وأعظم المبادرات الوطنية في تاريخ وطننا العزيز. من حق كل قرية، كل مركز في جمهورية مصر العربية إن هم يلاقوا حياة كريمة. من حقهم يلاقوا مدارس ومراكز طبية وثقافية. أنا فخور إن أنا سفير من سفراء مبادرة حياة كريمة. سعيد وفخور ورافع راسي وأنا بقول أنا سفير لمبادرة حياة كريمة. أنا فخور أني أكون جزء من مبادرة حياة كريمة لدعم الريف المصري. أنا فخور أني أكون سفير من سفراء مبادرة حياة كريمة لدعم أهالينا في الريف المصري. أنا فخور أني سفير من سفراء مبادرة حياة كريمة المبادرة اللي بتدعم أهالينا في الريف حتى يتحقق ما نصبو إليه جميعاً في أن نكون أمام دولة عصرية حديثة. أنا فخور أن أكون جزء من مبادرة حياة كريمة لدعم أهالينا في ريف مصر. ليه الشرف طبعاً أن أكون سفير من سفراء مبادرة حياة كريمة. فخورة جداً أني أكون جزء من مبادرة حياة كريمة دعم أهالينا في ريف وقرى مصر. أنا فخورة أني أكون جزء من مبادرة حياة كريمة لدعم أهالينا في ريف مصر. أنا بجد فخورة أني أكون سفيرة. أنا فخورة أن أنا جزء من مبادرة حياة كريمة لدعم أهالينا في جميع قرى مصر. أنا فخورة أني أكون جزء مبادرة حياة كريمة لدعم أهالينا في الريف المصري. أنا سعيدة جداً وفخورة إني أكون جزء من مبادرة حياة كريمة اللي بتدعم كل أهالينا في الريف. اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدين كرام، وخلونا نتكلم اكتر عن مبادره حياه كريمه. معانا على الهاتف الدكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي. صباح الخير دكتور شريف. صباح النور يا فندم. اهلا بيك. تابعنا الخميس اللي فات المؤتمر الاول لمبادره حياه كريمه، هذا المشروع القومي الكبير بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدوله. يعني زي ما احنا عارفين المبادرة هتعتبر نقلة نوعية في حياة المواطن البسيط لاهتمامها بعدد كبير من القرى المصرية. كلمنا عن المردود الاقتصادي والبعد الاقتصادي أو الجدوى الاقتصادية من هذه المبادرة الكريمة، وبالتأكيد تأثيرها الإيجابي على حياة المواطنين. دكتور شريف، بالطبع هذه المبادرة الحقيقة أو هذا المشروع فعلا كلمة حق هو الأكبر في تاريخ مصر. بمعنى أن هذا المشروع الذي يشمل كل مناحي الحياة ل 58% من سكان مصر، يعني أكثر من 50 مليون مواطن، بيشمل تطوير أكثر من 4500 قرية على مستوى الجمهورية، بيشمل تطوير نظم الحياة، بيشمل تطوير طرق كسب العيش، بيشمل تطوير التعليم، الصحة، توفير كل الخدمات اللي بيحتاجها المواطنين.
الحقيقة هو الأكبر. ويمكن أنا عايز أقول حاجة الحقيقة، السمة الأساسية لعهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أنه لا يتم الإعلان عن مشروع إلا بعد أن يتم تنفيذ جزء من هذا المشروع. يعني الحقيقة هناك أكثر من 30% من قرى مصر، وأنا شاهدت ذلك بنفسي في قرى في القليوبية تم تطويرها بشكل كبير جدا، وكانت عملية زي إدخال الصرف الصحي لهذه القرى، دي كان ضرب من الخيال فعلا، الآن يتمتعون بذلك. تم تطوير المراكز الصحية وهكذا. المردود الاقتصادي هو عبارة عن نتيجة لمدخلات، هو معادلة، عندما تكون هناك رعاية صحية، عندما تكون هناك رعاية اجتماعية، عندما يكون هناك تعليم جيد متوفر، عندما يكون هناك مشروع زي تكافل وكرامة الذي يدعم، لأنه من أحد مكونات مشروع حياة كريمة الذي يدعم الأسر المصرية بشرط عدم تسرب أولادها من التعليم، عندما يكون هناك إتاحة لطرق كسب شريفة تعطي عائد جيد للأسرة المصرية، عندما يكون هناك تدريب لهذه الأسر، عندما يكون هناك تبني لهذا المشروع من القيادة السياسية من رأس الدولة، ومتابعة كاملة شاملة من رئاسة الجمهورية لهذا الموضوع، وأيضا عندما يكون على أرض الواقع جميع أجهزة بتعمل بشكل متكامل وبحب. يعني الحقيقة حتى يمكن التقرير بعته دلوقتي أنا بنظر لكل من شارك فيه أنه يتحدث عن هذا المشروع بكل الحب وبكل الانتماء للوطن والأهلنا في الريف المصري. فأنا هذا المشروع أنا بعتبر أنه سيكون له نتائج اقتصادية كبيرة جدا، متمثلة في نمرة واحد، تطوير نوعية المواطن المصري في الريف المصري بحيث يجعله يستطيع أن يكسب عيشه بشكل كريم وهو مدرب ويعلم تماما كيف يقوم بتأدية عمله. نمرة 2 زيادة دخل الأسرة المصرية. نمرة 3 إتاحة فرص عمل كثيرة جدا، وبالتالي يتم القضاء على البطالة في الريف المصري وهكذا. وبالتالي تكامل الجهود الحقيقة هذا المشروع زي ما أنا قلت تم تنفيذ أكثر من 30% منه. يعني نحن لا ننظر، نحن نتكلم عن واقع تم عمله وهناك خطة مدروسة. وأيضا لازم أضيف أن ما يتسم به هذه الفترة المباركة من خطوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك آلية لمتابعة كل المشروعات التي تتم بحيث لا يترك المشروع بدون متابعة ورقابة حقيقية للتنفيذ من أجل صالح المواطن المصري في النهاية. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا. في النهاية دكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي، شكرا على هذه المداخلة، شكرا جزيلا. وهنكمل أخبارنا وهنتوجه للأراضي المقدسة، وغدا بتبدأ أهم أركان فريضة الحج وقفة عرفات، ومن النهاردة بدأ الحجيج في التوافد إلى منى لبدء مناسك الحج هذا العام. الحقيقة الحج أيضا بيقتصر على المقيمين بالمملكة العربية السعودية اللي خدوا كامل اللقاحات والتطعيمات لمكافحة فيروس كورونا المستجد. نتابع هذا التقرير ونرجع لكم مرة تانية. وسط إجراءات احترازية مشددة منعا لانتشار فيروس كورونا، تتواصل مناسك الحج وسط ظروف استثنائية للعام الثاني على التوالي. وبعد انطلاق المشاعر بأداء طواف القدوم، يتوجه حجاج بيت الله الحرام إلى منى اليوم لقضاء يوم التروية قبل الوقوف بعرفات ركن الحج الأكبر يوم الاثنين، والذي يعقبه عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاث. واقتصر عدد الحجيج هذا العام على 60,000 حاج فقط من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية والذين حصلوا على لقاح كورونا. واختير المشاركون من بين 558,000 متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني. مع وجود وباء كورونا الذي أطلب من الله أن يزيل عنا هذا الوباء، وكان مخوفنا شديد جدا جدا لأن الوضع كان صعب جدا جدا، والحمد لله الذي أكرمنا رغم هذه الظروف كلها، وكنا من تم اختيارهم
في هذه الحملة 60,000 وعدد قليل، لكن الحمد لله رب العالمين ربنا أكرمني وكنت من ضمن 60,000. حقيقة شعوري لا يوصف يعني بهذا الاختيار، حيث أني سبق حجيت قبل 23 سنة والحمد لله توفقت وتم اختياري من ضمن 60,000 والحمد لله. ونشرت السلطات نقاط تفتيش أمنية عدة على الطرق الرئيسية المؤدية للحرم في مكة، فيما توصلت التحضيرات اللوجستية والصحية داخل مخيمات الحجاج في منى. وأكدت وزارة الحج السعودية حرصها على تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية والوقائية في مراحل تنقل الحجيج كافة بين المشاعر المقدسة، كما أعلنت استخدام الوسائل التكنولوجية المتاحة لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي والحد من انتقال العدوى، حيث تم استحداث بطاقة الحج الذكية شعائر، والتي تقول السلطات إنها تسمح بوصول الحجاج دون تلامس بشري إلى المخيمات والفنادق ونقلهم في المناطق المقدسة، كما أنها تساعد أي حاج فقد الاتصال به. هنروح لإسكندرية، وبالأمس اختتمت فعاليات مؤتمر الهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط اللي نظمته مكتبة إسكندرية بمشاركة عدد من الباحثين وممثلي المنظمات الدولية. المؤتمر ناقش على مدى يومين الأبعاد القانونية والأمنية للهجرة غير الشرعية وسبل مكافحتها في الدول المختلفة والاتفاقيات الدولية المبرمة للتصدي لهذه الظاهرة السلبية اللي بيكون ليها أثار اجتماعية واقتصادية كبيرة على الدول. نتابع التقرير ونرجع لكم مرة تانية. اختتمت فعاليات مؤتمر الهجرة غير الشرعية بمكتبة الإسكندرية بمشاركة عدد من الخبراء وممثلي المنظمات الدولية يتحاورون ويناقشون الأبعاد القانونية والاقتصادية للهجرة غير الشرعية والجهود المبذولة بين مختلف المؤسسات والهيئات الاجتماعية والتعليمية للحد من تلك الظاهرة، والتي باتت من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام في مصر والعالم. الهجرة غير الشرعية بتأثر تأثير مباشر على الأوضاع الاقتصادية والأوضاع السياسية والأوضاع الأمنية في مصر وفي الدول الإقليمية. تجربة الدولة المصرية في مكافحة هذه القضية هي تجربة رائدة، ويمكن أخذ إشادة عالمية في مكافحة الهجرة غير الشرعية. ولما نيجي نتحدث كمان إن إحنا ليس لدينا حالة هجرة غير شرعية من سبتمبر 2016، إذن فنحن أمام تجربة رائدة. ركزنا النهاردة بقى على التشابكات الإقليمية لقضية الهجرة غير الشرعية، فتكلمنا على مسارات الهجرة في البحر المتوسط، وتكلمنا أيضا على بعض السياسات اللي بتتبع من جانب الدول الشمال المتوسط وبعض النماذج من دول جنوب المتوسط، وكلمنا عن المحاور التي بتستخدم أو المسالك التي تستخدم في قضية الهجرة غير الشرعية. المؤتمر على مدار يومين ناقش 30 ورقة عمل تميزت بعمق الدراسة والتحليل لظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال تسليط الضوء على واقع تلك الظاهرة والاتفاقيات الدولية بشأن منع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر. الأبحاث المهمة كانت كلها رسمية من منظمات الدولة التي وقفت على أن مصر وصلت إلى 0% من هذه العمليات. قبل 2016 كان لدينا نسبة كبيرة جدا من عمليات الهجرة غير الشرعية، لكننا وصلنا الآن إلى المرحلة 0، وأن مصر سيطرت بشكل كبير جدا. في توصية غاية في الأهمية، ودي كمان يعني بتلقى هوى عند المشتغلين في مجال العلوم الاجتماعية، إن مواجهة الهجرة غير الشرعية أو عبء وتكلفة مواجهتها هو التزام على دور المقصد. أكثر من 55,000 مهاجر إفريقي يستعدون للهجرة إلى أوروبا، هذا ما أكد عليه المشاركون في المؤتمر، مما يتطلب تكاتف جهود المؤسسات الدولية بالحكومات لوضع إطار شرعي لها. تعددت أسباب الهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط ليظل البعد الاقتصادي هو السبب الرئيسي لتلك الظاهرة، والتي واجهتها مختلف الدول بتشريعات على المستويين الوطني والدولي، وهو ما أكد عليه الباحثون في ختام فعاليات هذا المؤتمر الذي يأتي انعقاد تأكيدا على الدور المحوري لمصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية. من مكتبة الإسكندرية، أحمد ممدوح، أني. بكده تكون انتهت أول فقراتنا في حلقة النهاردة من هذا الصباح. هنروح دلوقتي لمتابعة وقفة رياضية، متابعة لآخر
وأهم أخبار الرياضة، وبالتأكيد هيتصدرها انتصار الأهلي وفوزه باللقب الأفريقي العاشر. هنتابع أخبار الرياضة ونرجع مرة تانية لمتابعة فقراتنا وقفتنا الصحفية مع زميلي أحمد فؤاد.